جيد. حاليا ايش راح نناقش؟ راح نناقش الحالتين المعتاده اللي هي deficiency اللي هي لما يكون عندي low blood level of vitamin D، واللي هي excess اللي لما يكون عندي high level of vitamin D in the blood. القضية وين بالمناسبة؟ شوف هنا أكو نباحة بالموضوع. المناهج القديمة حتى منهج 2016 كان يكتب toxicity، حاليا يكتب excess. تمام؟ الاكسس هي الزيادة، على مود نرسخ المفاهيم، الزيادة والنقصان اثنين المضرات، لأن قبل الناس تركز على التسمم بينما هو بس مجرد تسمية الضرر الزيادة فقط. لذلك رجعوا يكتبون اكسس، ما أدري غيروا مفاهيمهم ليش ما أعرف. الكتاب القديم يقرأ توكسيسيتي. واضح الكلام؟ خلينا نيجي عندك حالات الديفيشنسي. واضح؟ الديفيشنسي شوف هنا شو صار عندك. ريكتس. شنو ريكتس؟ الريكتس هو الكساح، كساح الأطفال اللي هي تكون عندك عظام الطفل. تمام؟ شو يسموه هذا؟ شوف in children deformity such as شنو؟ هذا باللاتيني جيناو فاروم، هي تنقرأ ممكن جينو فاروم، هي جيناو فاروم. هذه الحالة يسموها باو ليكس. يجي الطفل تمام؟ تمام هسه يجي هذا، هذه الليكس مال تشايلد. واضح؟ تكون على شكل اقواس، هذا نسميه ريكتس. نفسيته ضعف بالعظام، هشاشه بالكبار وضعف بالعضلات، هذا يسمى كساح الكبار. شو اسمه؟ اسمه اوستيوماليشيا. لما ينقص عندك فيتامين دي صح؟ ايش راح يصير عندك؟ باراثايرويد هرمون يرتفع وجسمك يشغل الاوستيو كلاست كانه ما موجود فيتامين دي. هسه احنا فيتامين دي مو هو يسوي هاي الشغله، بس لما ينقص عندك فيتامين دي يتهشم العظام، لان جسمك يفعل الاوستيو كلاست عن طريق شنو؟ عن طريق الباراثايرويد. واضح؟ من عندك انت فيتامين دي، شوف الفرق، من يكون عندك فيتامين دي هو صحيح يفعل الكلاست وياخذ الكالسيوم من العظام مو، ولكن بنفس الوقت يساعد الامتصاص مال كالسيوم والفوسفيت من مين؟ من الامعاء، فبالتالي يعوض بنفس الوقت، بس ياخذها على مود يوازن الضروره ويرجع يبني البلاست. راح يرجع يبني لما يرتفع المستوى. واضح؟ لما يكون عندك نقص بالفيتامين راح يقل عندك الامتصاص. واضح؟ وراح يقل عندك شنو؟ راح يقل عندك التكوين العظام، او راح يبدي ينوخذ الكالسيوم. هذا شوف هذه الديفيشنسي بصوره عامه، نفسها طبعا بالمناسبه لانه هو متعلقات، هي هذه الكالسيوم وشنو قال لي فيتامين دي وشنو باراثايرويد. واضح الفكره؟ اذا شوف خطوره من واحد يصير عنده عمليه ونقول له شيل لوب واحد، ليش شيل لوبين؟ لوب واحد لانه انت من تشيل اللوبين راح حتى الباراثايرويد جلاند يشيلها. فمن يصير عندك ورم بلوب واحد شيل لوب واحد، خلي اللوب الثاني يشتغل لان حضر اثنين باراثايرويد وياه. على العموم هنا شي يقول لك بون بين اند مسل ويكنس. هنا الهايبوكالسيميا او هايبوكالسيميك تيتاني، احنا درسنا بالبكتيريولوجي قضيه شنو؟ كلوستريديوم تيتني. كلوستريديوم تيتني هي نوع من انواع البكتيريا الكلوستريديوم. شو يصير بيها؟ يصير بيها تقلصات. واضح؟ هنا نفس القضية تصير هايبوكالسيميك تيتني، تقلصات لما يصير عندك هايبوكالسيميا. ليش هذه الأمور تصير؟ هسا هذه ما فسرها الكتاب ولا قاريها بكتاب، يراد لها علم؟ لا. لما ينقص عندك عنصر الجسم يبدي يطيع عازات عالية على مود يقاوم، فراح تصير تقلصات ما إلها داعي مثل الأرثمية والقلب. الأرثمية والقلب شنو؟ تقلصات غير منتظمة. التقلص القلب شلون يكون؟ صح؟ شوف التقلص هذا تقلص. الأرثمية شنو؟ تفهم؟ أو ما يكفي، احنا لازم تشوف التقلص العادي من الخربطة. نفس القضية الجسم ده يحاول يقاوم، فنسميها هاي العملية هايبوكالسيميك تيتني. واضح عندنا؟ زين.
شلون يصير عندك هذا؟ caused by شنو؟ مال absorption اللي هو قلة الامتصاص. من يقل عندي امتصاص الفيتامين نفسي كسبلمنت او كغذاء بحالات هواي، لما يصير عندك حالات المشاكل اللي يصير عندك بيها الفاتي ستول مشاكل كثيرة، سيستيك فايبروسيس، البنكرياتايتس، حتى انواع جياردية بالباراسايت، يصير عندك فاتي ستول ما تقدر جسمك ما يقدر يهضم الفات، فبنيدب بالفات بالتالي جسمك ايضا ما يقدر يمتص الشغلات اللي هي فات سولبل. وهذه الفكرة، فاي شيء فات سولبل ينزل، فهذه مال ابزوربشن قلة امتصاص من ضمن هاي الحالات. لو سان اكسبوجر سويدن السويد وغيره وهذه ما عندهم شمس فيعتمد على السبب المن، وعندنا بور دايت اللي هو والكرونيك كيدني ديزيز. نساء عندي كرونيك كيدني ديزيز راح يأثر عليه من على تفعيل الواحد اثنين هيدروكسي مو كالكولي كالسيوم. زين انت بهذا ذكرت لكم يا give oral vitamin D to breasted infant. يجي انت عندك طفل breast feeded او breasted feeded، يجي هنا low level of vitamin K. ليش؟ لانه البريست ميلك does not have vitamin K، لازم ننطي شنو injection بالثاني. second عندنا vitamin D ماكو اصلا absent totally، vitamin D و K بالبريست ميلك absent، فانت تيجي vitamin D لازم تنطي شنو هنا اذا اكو breasted infant لازم تنطي oral vitamin D. مو ماي غريب oral vitamin D. زين deficiency is شنو exacerbated يعني يتفاقم. شو يصير عندك هايبر العفو اي هايبر بيجمنتد سكن، تصير بيجمنتد سكن تصير بقع يصير بجلدك. احنا ايش قلنا الطبقات هذه اللي يكون بها ماده شنو اللي تحتوي على الاساس مالتنا الكوليسترول الاساسيه مو صحيح، فيبدي ياثر عليها ويصير عندك بقع، وهنا يصير عندك بريماتشور بيرث الطفل حديث الولاده الغير ناضج تمام، اللي هو اي طفل يكون تحت شنو تحت ال 36 اسبوع، يكون 30 32 31 اسبوع، هذا اني اطفال يعتبر بريماتشور الى ان 36 يكون ميجر، بعد 36 يعتبر شنو بوست، حتى مرات لل 40 يعتبرون عادي، ولكن هذا تدر هذا اوبستريك جاينيكولوجي محور ثاني. واضح عندي الديفشنسي؟ ليش؟ كالسيوم صار عندي جسمي بدي يستخدم الكالسيوم، هسه الآلية الطبيعية انت ما لك دخل بها احنا شرحناها، ولكن من انت تعرف كل زين ينقص عندك شنو؟ الكالسيوم ينقص عندك بسبب عدم وجود فيتامين دي، لأنه فيتامين دي هو اللي يخلي الامتصاص الكالسيوم. فبس شنو؟ اللي يخلي العملية مال كلاست اللي هي تكسر الكالسيوم وتسوي كالسيوم مينراليزيشن داخل الكالسيوم من العظام للدم هو مو فقط فيتامين دي، لذلك إذا غاب اكو شيء عوضة اللي هو الباراثايرويد. بينما من نريد نبني يصير عندي كالسيوم عالي بالدم يجي يشتغل شنو؟ الكالسيتونين يعطي انتي افكت معاكس كأنما زائدا الفيدباك ميكانيزم ويخلي الكالسيوم يروح للعظام. لذلك هنا منتظمة شوف الثايرويد ايضا ينظم الكالسيوم وفيتامين دي ينظم الكالسيوم، بالتالي نساعد على النيرف فانكشن، نساعد على شنو البون دنسيتي، ونساعد عليه من على المسل كونتراكشن، هذه كلها بس مجرد الكالسيوم. ونحافظ ايضا عليه من على الالكترولايت امبالانس بالانس عفوا اللي هو توازن الجزيئات المكهربة اللي هن الصوديوم الكالسيوم كلورايد مو صحيح، هذه الجزيئات اللي لها فعاليات حيوية بالتقلص وفتح البوابات داخل الخلايا، أيضا الخلية كلها يعتمد على هذه العناصر، فعلى مود نحافظ عليها بالحفاظ على pH الدم اللي هو 7.5 أو 7.5. زين نيجي على اليمن الأكسس شو عندك هايبر كالسيميا نفس الشيء، إذا زاد عندك بالدم راح يزيد الامتصاص،
فاهم؟ راح يصير عندك الكالسيوم او يزيد بصوره غير طبيعيه الكلاست، تمام؟ راح يصير عندك هايبر كالسيوم. هنا هايبر كالسي، انتبه هنا اكو قضيه، كالسيميا هذه الايميا معناتها هاي هايبر هاي، كالسيميا كالس كالسيوم، وايميا بلاد، هاي ليفل اوف كالسيوم ان بلاد، واضحه؟ هايبر كالسيوريا هاي هاي ايضا هايبر هاي، كالس شنو؟ كالسيوم، يوريا يوريا يوران، تمام؟ سو هاي ليفل اوف كالسيوم ان يوران، واضحه عندي المصطلحات ولكن اللي ما يعرف. لوس اوف ابيتايت، تنقطع عندك الشهيه ويصير عندك ستوبر. ستوبر هو راح نعرفه بالسنترال نيرف سيستم، هو حاله من حالات قياس الوعي، درجه من درجات الاغماء، يبدا الجسم يفقد توازنه هنا، ما يعرف يسيطر على نفسه ويوصل للانكونشسنس، واضح؟ بعدين ممكن ستوبر ممكن تتطور الى كوما، شعبال زين. سين هذا وين يكون موجود؟ انتبه، ان جرانيلو ماتوس ديزيزز. جرانيلو ماتوس ديزيزز انا ذكرت لكم هذه الامور مسبقا، ولكن هسه اذكر لك. من يصير عندنا التهاب، اذا تذكرون ما اعرف حاضري هذه المحاضره او لا، بالتوبركلوسس تكون الالتهاب يبدي جسمك هنا، هذه ماكروفيجز ما تقدر تميز الجسم اللي بداخلها، الانتيجين او الفورم بودي، يجي دار مدار شنو تيسيا، يجي دار مدار هنا نيوتروفيلز، ويجي وراها طبقه من الفايبرين او 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 الالياف. هذه تنعزل الاكياس بال وين تتكون هذه؟ بالكرونيك ديزيزز. تصير عندك الجسم انا اعطيك مثال كلش لطيف او جدا لطيف. شنو هذا المثال؟ انت من عندك منطقه تريد تحررها، واضح؟ وانت محاصر هاي المنطقه، بس العدو اللي بالداخل، تمام، ما تقدر تتجاوزه، مستحيل. فبالتالي اللي داير مداير القوات مالتك اذا وخرت شو يسوي؟ يطلع هذا العدو ينتشر، واذا ظلت ما راح تقدر تقاوم وتقتله. شنو الحل مالتك انت كعسكري؟ شنو الحل مالتك؟ شنو ليش؟ شنو الحل مالتك؟ لا ايه، ابقى محاصر لحد ما يجوع، وماني الطاقة مال جنودي هم تنفذ، اعزلهم عزل، سوي عليهم حصار كلهم يموتون، او اقصفهم كلهم يموتون. جسمك ما يقدر يقصف، يعزلهم بغلاف، تمام، يصير على شكل فايبرويد، ها، ويتكون ايضا بفايبرين اللي هو نفسي تمام التخثر، ويكون عليه تليف، وهذه التليفات تكون بالكرونيك ديزيزز، بالامور مثل توبركلوسيس، مثل الساركوديوسيس. واضح الفكره؟ المحور وين؟ انا ليش ضربت هذا الربط؟ اذكرك بالجرانيلوماتوس. الجرانيلوماتوس ديزيزز من ضمنها شنو؟ الساركوديوسيس اللي هو مالتي اورجان ديزيزز، يسوي لي بكذا اورجان. من ضمن تاثيراته على الكدني، شي يسوي لي؟ راح يصير هنا ها اكتيفيشن بمن فيتامين دي باي ايبيثيلويد شنو ماكروفاج. بالايبيثيليوم مال الكدني عندنا نوع خاص من الماكروفاج، بشنو؟ بايبيثيلويد ماكروفاجز، هذه اسمها الماكروفاج، موجوده بس بالكدني بهذا المكان، اسمها هذا ايش تحتوي؟ ايش تتصور تحتوي؟ 1 الفا هيدروكسيليز، الانزيم الموجود بالكدني. فهذا اللي يسوي له اكتف، الانزيم راح يزيد، من يزيد الانزيم حيسوي لي زياده بيمن فيتامين دي، لانه هو 1 الفا ايش راح يعطيني؟ 1.25 شنو هيدروكسي كوليك كالسيفيرول، مو صحيح؟ اللي هو الاكتف دي 3.
فبالتالي سوى هذه الماكروفيجز من تزيد حالات الالتهاب ايضا يزيد عندي فيتامين دي، فش راح يصير عندي اكسس، بالتالي حيصير عندي هذني ممكن اوصل للاغماء والموت. واضحه عندي الامور؟ ماكو اي سؤال؟ قضيتين واضحه وبسيطه، اهم قضيه الشمس، اذا ماكو شمس سبلمنت، واذا ماكو سبلمنت لازم نراعي اليه الحصول على شمس بصوره منتظمه. هذه قضيه. القضيه الاهم الطفل البريستد ملك تمام او الفيدد باي بريست، هذا لازم ينطي فيتامين دي اورالي. واضح عندي؟ شو يسوي لي؟ هايبر كالسيميا هاي، وهذا ياثر لي على البفر مادر، وهايبر كالسيوريا، وايضا يسوي لوز اوف ابيتايت او لوس اوف ابيتايت، ويسوي لي ستوبر. واضح عندي؟ وقد توصل للانكونشسنس وللديث. واضح عندي الكلام؟ بس هذا كل اللي نحتاج نعرفه بهذه المحاضره، حتى نراكم الحلقه القادمه. اترككم في رعايه الله وحده.